يعني هي الارقام لفتت نظري فلازم اعلق عليها قبل ما افتح ملف منتخب مصر واطمنكم على الاهلي برضو. الانديه البرتغاليه بتكسب اهي، والارقام يعني مش قليله، ورغم كده ورغم ان في يمكن انديه كمان منهم مش مصنفه، يعني لو حطيت بنفيكا، بورتو، سبورتنج لشبونه في الانديه الكبيره في البرتغال، فسبورتنج براغا مثلا مش من الانديه الكبيره، ورغم كده محقق ارقام مش قليله، ومع ذلك بعاد تماما عن فكره المنافسه على الالقاب الاوروبيه الا كل فين وفين طبعا لما نادي برتغالي بيبقى حصان اسود زي بورتو مثلا وتلاقيه يعني شرخ وخد لقب بطوله اوروبا. لكن في النهايه اعتقد انه الماده بقت واحد من العناصر المهمه، لكن بالتاكيد مش كل العناصر، في حاجات كتيره كتير جدا تانيه هنتكلم عليها يمكن واحنا بنتكلم على منتخب مصر، ويهمنا تكون حاضره ان شاء الله في مشوارنا في تصفيات كاس العالم الحلم اللي هيبدا كمان 72 ساعه. في البدايه ارحب بضيوفي في السادسه النهارده، بيشرفني نادر شبانه وحماده الشناوي. مساء الخير نادر. مساء الخير. اهلا وسهلا بيك. مساء الخير، ودايما مبسوط ان انا بطلع معاكم مع الشناوي، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه ان شاء الله باذن الله. مساء الخير حماده. مساء الخير ابو حميد، وطبعا كالعاده مبسوط ان انا موجود معاكم مع زميلي وصديقي نادر شبانه. ده ثالث شناوي معانا النهارده غير الشناوي الكبير والشناوي الصغير اللي في منتخب مصر احمد ومحمد. مساء الفل عليكم. طيب خليني بس الحقيقه اطمن جمهور نادي الاهلي، يعني انتوا عارفين طبعا الاهلي راح لمده 7 ايام، وبعد العوده نبدا التحضير لفرقه ميديامة، وفي ناس كتير كانت مستغربه فكره الراحه في التوقيت ده، ناس شايفه انها نقطه ايجابيه، اعاده حسابات، واقفه مع النفس سميها زي ما تسميها قبل الدخول في المرحله الصعبه، خصوصا انك مش هيكون عندك وقت، هترجع على بطوله افريقيا وترجع من بعدها على كاس العالم. خليني اقول لكم مبدئيا طبعا، وبالمناسبه بمناسبه ماتش ميدياما، الاستاد ان شاء الله بعد مباراه مصر وجيبوتي يوم الخميس هيتقفل او هيتمنع عليه اللعب لمده اعتقد 2 أو 15 يوم عشان قصه الاهتمام بالنجيله او البذره الشتويه حاجه كده يعني. فبالتالي ماتش الاهلي وميدياما مش هتلعب على استاد القاهره، وما زال البحث جريا، يعني لم يتم الاستقرار حتى اللحظه دي على الملعب اللي هيستضيف مباراه الاهلي وميدياما الغني، مباراتنا هنا في القاهره. عندنا بالمناسبة التوقف، في عندنا 6 لاعبين في منتخب مصر، عندنا محمد الشناوي، عندنا محمد هاني، عندنا عبد المنعم، عندنا رامي ربيع، عندنا مروان عطية، وعندنا حسين الشحات، وعندنا من المحترفين بيرسي تاو وأليو ديانج، دول مالهمش راحة سلبية، دول مكملين مع منتخباتهم، فبالتالي إن شاء الله لما يرجعوا نتمنى السلامة ما يكونش فيها أي إصابات، ويكونوا بإذن الله محافظين على فورمتهم وجاهزين لمباراة ميديانا. شايف فترة التوقف ازاي الأول قبل ما افتح ملف منتخب مصر، هو الملف الأهم والأكبر معانا النهارده، لكن شايف فترة التوقف دي يا نادر لعلاج سلبيات ما مضى؟ صحيح إنه حتى رغم التعادل الأخير مع الجونة إلا إنه الأهلي استعاد الصدارة ولسه ليه مباراة كمان أقل، لكن يمكن الناس كانت شايفة إنه في لخبطة، في تراجع، في حاجة مش هي اللي تعودناها أو اللي توقعناها من الأهلي السيزون ده، فشايف فترة الراحة السلبية دي ازاي؟ هي فترة مهمة جدا او جاية في توقيت مهم جدا للفريق بعد التعادل طبعا مع الجونة. احنا لو هنتكلم على كنتائج فالنتائج من بداية السيزون حتى لما كنت بتحقق الانتصارات سواء على طب اسمح لي يا نادر، احنا معانا واحنا طبعا بنتكلم على منتخب مصر، معانا المنسق الاعلامي لمنتخب مصر استاذ محمد مراد، نطمن منه على بداية المعسكر اللي بدأت النهاردة وعلى استعداد مصر لمنتخب جيبوتي يوم الخميس. يا استاذ محمد مساء الخير. مساء الفل يا استاذ احمد، وكل حضرتك طيب وبخير، وارحب بيك وضيوفك الكرام. اهلا بيك. المصريين كلهم هيبداوا يخشوا في اجواء الحلم، حلم التاهل لمونديال 2026، والكل الحقيقه متوقع انه فرصه مصر كبيره جدا في الحصول على تذكره مباشره للبطوله. كلمني كده عن الاجواء، انا عارف ان المعسكر بدا النهارده واستعدادا طبعا لجيبوتي يوم الخميس اللي جاي، عايز اعرف الاجواء اللي موجوده داخل المنتخب واهم الحاجات اللي هيركز عليها فيتوريا في المعسكر ده. يعني طبعا بضم صوتك يا استاذ احمد، واتمنى طبعا الجماهير ترجع للاستاد تاني، حوالين الجماهير موجودين في الاستاد ان شاء الله ماتش جيبوتي يوم الخميس ان شاء الله في القاهره الساعه 6 ده في الجوله الاولى، زي ما حضرتك قلت في الجوله الاولى للتصفيات المؤهله لكاس العالم. ان شاء الله النهارده كان بدايه المعسكر، المعسكر من التوقف الرسمي من 13 ل 21 نوفمبر. عندنا ماتشين ان شاء الله، جيبوتي وسيراليون، جيبوتي 16 سيراليون يوم 19 في ليبيريا، طبعا زي ما كنا عارفين سيراليون ممنوعه من استضافه ماتشات لمنتخباتها على ملاعبها في سيراليون، بالتالي اختارت ليبيريا
واختارت برضه كابتن احمد اختارت ميعاد الماتش، لان بعض الناس كانت بتتكلم انتوا ليه يعني مش مخليين الماتش يوم 20/21 ده، مش بايدينا، ده في الفريق اللي هو صاحب الملعب بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي، وبيتم اختيار الاتحاد الافريقي بموعد المباراه، وتم الموافقه على ان الماتش يبقى يوم 19. لكن ان شاء الله يعني اللعيبه ان شاء الله الحمد لله جاهزه ومستعده، واللعيبه في المؤتمرات قبل كده او في المعسكرات بيتكلموا على اهميه طبعا الصعود لكاس العالم، وتحديدا بعد ما الجيل ده كان معظمه كان موجود في 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 انجاز 2018 لما صعدنا كاس العالم بعد غياب في روسيا، وان شاء الله في القاره المره دي، واللعيبه مستعدين. النهارده كان معظم المحترفين كانوا موجودين، انضموا للمعسكر المنتخب محمد النني وتريزيجيه وحمدي فتحي وطارق حامد ومحمد شريف، كانوا موجودين النهارده في المعسكر من بدايه انطلاق المعسكر. باقي اللعيبه هيوصلوا تبع ان شاء الله كابتن صلاح ومرموش ومصطفى محمد، المحليين كلهم موجودين، اللعيبه كلها موجوده، واللعيبه كلها انصدموا كلها في المعسكر ان شاء الله. دلوقتي يعني بعد اقل من ساعه يبقى في تدريب للمنتخب الساعه 7 على استاد القاهره الدولي، فان شاء الله يعني ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. طب خليني اسالك على ماتش الخميس الاول، ماتش الخميس الاستاد هيكون مفتوح ساعه كامله طبعا عشان الحضور الجماهيري. استاد القاهره لسه هو لسه المفروض يبقى فيه تنسيق على اعداد الجماهير، هتبان النهارده مع التنسيق مع اتحاد الكره والامن. أي. طبعا كنا نتمنى ان ساعه الاستاد كلها طبعا تبقى ممتلئه عن اخرها، لكن ان شاء الله يعني ايا كان الرقم اللي هيتم الاتفاق عليه ان شاء الله يبقوا موجودين يبقوا مؤثرين. وزي ما حضرتك قلت في الاول خالص ان نتمنى ان الجماهير ترجع تلتزم مع المنتخب ويبقى موجوده وتكون منتخب مصر، ده الاهم. طبعا طبعا خد بالك استاذ محمد، قصه الجمهور مع الانديه شيء وقصه الجمهور مع المنتخب شيء ثاني، واحنا شفنا الحقيقه تجارب ناجحه لكثير من الانديه المصريه في استضافه ماتشاتهم الافريقيه بعدد لا باس به من الجمهور، فبالتالي اعتقد انه يعني شيء مشجع انه وده منتخب مصر، اعتقد انه وتصفيات كاس عالم ما فيش عندنا اهم من تصفيات كاس عالم، فبالتالي نتمنى طبعا انه يبقى الساعه كامله في الاستاد. طيب يعني طبعا مع اهميه الماتشات ومع قوه الماتشات التدريجيه، انت شفت ماتش مصر والسنغال في مرحله الصعود لكاس العالم كان الاستاد موجود حوالي 70,000 مشجع، نفس يعني اهميه المباراه هي اللي بتحسن في بعض الاوقات، لكن عايز طبعا نتخطى الحته دي. اتمنى اي ماتش المنتخب المصري يبقى موجود فيه اكثر من عدد واكبر عدد ممكن في الماتشات دي. نتمنى ان شاء الله يعني الوزاره واتحاد الكوره يبقى فيه دا يعني ان شاء الله يبقى فيه تواجد جماهيري كبير، وده اللي الناس بتامله في المنتخب او الاتحاد ان شاء الله. ميعاد ماتش مصر احنا اللي حددناه او احنا اللي اخترنا الميعاد ده؟ احنا انت الملعب ادام انت صاحب المباراه انت بتحدد الميعاد. طب معلش اسالك هنا السؤال المنطقي، بدل ما كنا ناجل شويه او نحاول ناخر ماتش سيراليون، ليه ما لعبناش ماتش جيبوتي بدري شويه عشان يبقى في فرصه للاستعداد، وخصوصا ان معلوماتي ان احنا كمان ماتش سيراليون اللي هنلعبه في ليبيريا هتلعب على ملعب ترتان، واعتقد ده يبقى محتاج يعني نوعا ما تحضير جيد عشان اللعيبه مش بتبقى واخده على الارضيه الترتان. يعني انت المفروض ان الكاس انت بتبعت لهم مواعيد وهم بياكدوا على المواعيد اللي انت بعتها. انت احنا المعسكر انطلاق المعسكر يوم 13، فانت عندك يعني ثلاث ايام قبل الماتش 13. طبعا معظم اللعيبه لسه المحترفين يعني كانوا لاعبين ماتشات امبارح فبينضموا النهارده، وممكن بالليل اخر اليوم هينضموا النهارده اخر يوم، فانت يوم 13 ما بتبقاش بتلعب او بتتدرب في القوام الكامل بتاعك. فبالتالي عندك اللي هم اليومين الاساسيين اللي هو 14 و15، كان صعب يعني تنضم للمعسكر 13 و14 عشان تلعب الماتش 15. فانت طبعا الماتش على ارضك، فلازم طبعا بقى بتاخد يعني ثلاث ايام، وشايف ان دي فتره مش يعني انت عارف انا ولا كتير. طبعا 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 القرار ده في النهايه في ايد فيتوريا، هو يعني اللي دايما عنده الراي الاصوب، لكن يعني كنت شايف انه نزنق نفسنا على ماتش في 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 ملعبنا ووسط جمهورنا احسن ما نزنق نفسنا في مباراه خارج الارض وفي ملعب ترتان وفيها سفر للخارج، فيعني هتبقى شويه. طيب هو الصح يعني زي ما بنشوف بره مثلا في بطولات اوروبا بيبقوا محددين الكاف او الاتحاد الاوروبي محدد مواعيد مثلا التوقف من 13 ل 21، فبيحدد مواعيد الجوله مثلا الماتشات بتاعت يوم 15 و16، الماتشات الثانيه الجوله الثانيه او الماتشات الذهاب بتتلعب يوم 20 و21، بيبقى محدد للمنتخبات الايام. فانت ده طبيعي في افريقيا ان هو منتخب سيراليون بيضغط عليك في الوقت وبيضغط عليك في السفر، لكن انت يعني
انت ما قدامكش حل تاني. انت لو كنت عملت 15 هم ممكن يعملوا ماتش يوم 17 او 18، فهتلاقي هي نفس برضه في نفس القصه. فهو المفروض ان الكاف هو يعني هو المسؤول عن حاجه دي. المفروض ان اول احمد يروح جاي محدد يقول لك مثلا يوم 15 و16 ماتشات الجوله الاولى، يوم 20 و21 ماتشات الجوله الثانيه، فاي منتخب بقى يختار في الفتره دي. تمام. لكن هو زي ما احنا متعودين يعني على الكاف الفترات الكثيره يعني دي. لا متعودين ما تقلقش. متعودين جدا جدا صحيح. طب دخل الكره المصريه في ازمات يعني من اول يعني من النوادر لو تفتكر لما لقينا اول معسكر لمنتخب مصر كانوا وديات نايجر وليبيريا، ولقيت في وسط المعسكر ماتش رسمي للزمالك، فدي ما بتحصلش في اي قاره بره يعني. ايوه نفس الامر مع النادي الاهلي طبعا كتير بقى بلعب. مصر حدث ولا حرج يعني 11 عامل مثلا نهائي دوري ابطال افريقيا صحيح. فانت المفروض ان البطولتين دول يعني بطوله دوري الابطال او نهائي دوري الابطال ده بطوله خاصه بيك باتحاد افريقيا، المفروض يبقى انت عارف من قبلها بفتره او انت عارف ان التوقفات بتاع السنه الفيفا بمحددها من اول السنه، ما تبقاش حاجه جديده زي 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 الكاس. فانت ترحل ماتشاتك يعني تخلي نهائي دوري الابطال يوم 10 يوم 9 اللي هو تدي براح للانديه لاعيبتها. لا هي اجنده الاتحاد الافريقي اجنده الحقيقه محتاجه كلام كتير يعني طبعاً. دايما تحس ان الاتحاد بينظم مسابقاته بطريقه الجزر المنعزله. طب خليني بس اعرف تحضيرات ليبيريا سريعا، وانا عارف انه الفريق هيسافر يوم 17، هل في حد هيسبق البعثه؟ طلب فيتوريا انه يتمرن على ملعب ترتان عشان يستعد الماتش يوم 19 ان شاء الله. تكلمني برضو عن رحله ليبيريا سريعا. كان هو من 3 اسابيع كان موجود وفد من اتحاد الكره الحاج شعبان مصطوي، اللي هو الاستاذ شعبان مصطوي منصب العام للمنتخبات، ومع الاستاذ مينا سامح اداري المنتخب. سافروا ليبيريا من 3 اسابيع وعملوا تقرير عن الفنادق وعن الملاعب وعن المطار والمسافه بين المطار والملعب والاجراءات الخاصه بالماتش كلها. منتخب ان شاء الله هنتدرب يوم 17 الصبح بدري. هنسافر الظهر زي ما قلت لحضرتك يعني في طياره خاصه اتحاد الكره ووزاره الرياضه. نشكر طبعا وزاره الرياضه والدكتور اشرف صبحي على دعم المنتخب طبعا وتوفير طياره خاصه للمنتخب، هيسافروا يعني مباشره من مصر لليبيريا. الرحله هتستغرق حوالي 8 ل 9 ساعات. زي ما انت حضرتك قلت فعلا نجيل صناعي، المنتخب هيتدرب ان شاء الله في احد الملاعب اللي هي ارضيتها نجيل صناعي، وان شاء الله ربنا يكرم في الماتشين ونرجع ان شاء الله وربنا يكرمنا. السؤال الاخير متعلق بتحضير لامم افريقيا، لانه عندي معلومات ان فيتوريا طلب انه يلعب مباراه وديه واحده بس قبل ان شاء الله بدايه مشوار مصر في بطوله امم افريقيا. يعني هو فعلا يعني لازم هنلعب ماتشات وديه قبل امم افريقيا في شهر 1. في تنسيق حاليا اتحاد الكوره مع شركه المتحده للرياضه ومحمد فراج مدير المنتخب اللي هو يوفروا ماتش او ماتشين في الفتره الخاصه بالتوقف اللي قبل امم افريقيا، وفي بعض العروض وصلت لكن لسه ما تمش يعني الحسم فيها، فان شاء الله في الايام اللي جايه يتم الحسم فيها وربنا يكرم باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق ودعوات المصريين كلهم ورا رجالتنا ان شاء الله باذن الله. نفرح ماتشين مهمين جدا وانطلاقه مشوار مش محتاجين مطبات باي شكل من الاشكال. نتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله قدام جيبوتي يوم الخميس ومن بعدها قدام سيراليون. بشكر طبعا سيد محمد مراد منسق اعلامي لمنتخب مصر، وارجع لضيوفي نادر شبانه والشناوي مره ثانيه. معلش كان مهم جدا ناخد كل الاخبار والتفاصيل المتعلقه بماتش المنتخب. هأجل ملف الاهلي ونكمل في المنتخب شويه لغايه لما يعني نطمن ان شاء الله على المشوار. بدايه شايفين المجموعه بتاعت منتخب مصر ازاي وانطلاقه مشواره قدام جيبوتي على الارض وخارج الارض امام سيراليون؟ هبدا مع نادر. يعني ما اعتقدش ان في مجموعه ممكن تكون اسهل من كده ولا نظام اسهل من كده لتأهل منتخب مصر لبطوله كاس العالم 2026. يمكن يكون دي بعد ما عدم التأهل على فريق السنغال او على منتخب السنغال في كاس العالم 2022، وقال ساعتها ان يعني دي كانت اخر فرصه للمنتخب ان هو يصعد في الوقت اللي كان كاس العالم لسه 32 منتخب. دلوقتي الوضع اختلف. أيوة. عدد المنتخبات اللي هتصعد بقى بيدي افضليه. تفتكر منتخب مصر يعني ما احبش لو بس لو كنا صعدنا في كاس العالم في قطر وشفنا احنا شفنا الحقيقه منتخبات عربيه بالزبط بتادي، كان ممكن منتخبنا يعمل حاجه؟ اعتقد كان عندنا القدره ان احنا نقدر نعمل حاجه، مش علشان منتخب مصر يعني مش ولا تقليلا من منتخبات
سعرت ولا ان احنا بنبالغ في قوه فكرة منتخب الجمهور مصر وفكره بالزبط. الارض لو لاحظت كل المنتخبات العربيه المغرب حققت انتصار أي. منتخب تونس حقق انتصار في البطوله على فرنسا السعوديه على الارجنتين شفنا منتخبات كتير منتخبات عرب ومنتخبات افريقيه تالقت زي الكاميرون كسبت البرازيل مزبوط. لكن طبعا منتخب قطر اللي كان اليابان كسبت المانيا صح اليابان كسبت المانيا مش المانيا من دور المجموعات اصلا خرجتها من دور المجموعات فكل الكلام ده احنا كان عندنا الفرصه وخصوصا ان كان في عدد من المنتخبات القويه في البطوله ما كانتش في التوب بتاعها يعني منتخب الارجنتين حامل اللقب نفسه ما كانش في البيك بتاعه منتخب الارجنتيني بالنسبه لي يعني هو افقر منتخب خد البطوله دي على مدار التاريخ مظبوط ما عنديش يعني انا دي قناعه شخصيه يعني كده البطوله كانت ماشيه عشان ميسي بس مش اكتر يعني صحيح لكن بالحب بالظبط يعني هي مشيت عشان ميسي بس مش اكتر لكن بالنسبه لي منتخب مصر لو كانت اهلي كان الوضع هيختلف ممكن يبقى البطوله اللي جايه دي اعتقد الموضوع سهل الموضوع مش صعب لكن اهم حاجه ان احنا ما نستسهلش الموضوع زياده عن اللازم طيب. ما نقولش بقى معلش ده بوركينا اول مره فهي زي عندي بعضه لا عندي يعني مشكله لا هاجي لكم في التفاصيل بس انا عندي مشكله انه حلمنا لسنين طويله جدا الشناوي ما اعرفش اتفرض علينا انه يبقى الجمهور الكره في مصر بس حلمه انه يتاهل يعني مش حلمه انه يروح لبعيد مش حلمه ان هو يعدي دور المجموعات ويحاول يخبط او يحاول يوصل بقى مجرد بس نوصل كاس العالم تم اختزال مشاركه منتخب مصر في كاس العالم هي بس لمجرد التاهل هل ده شايفه ينطبق على النسخه اللي جايه لا النسخ مختلفه تماما النسخه دي يمكن هي اكتر نسخه مختلفة تماما على الثلاث نسخ اللي فاتوا يمكن الثلاث نسخ اللي فاتوا سواء كان 2010 2014 2018 احنا طبعا صعدنا 2018 النسخة رقم 22 اللي هو سنة 22 احنا كنا على بعد مباراة واحدة بس يعني احيانا كان على بعد ضربة جزاء اهداف بعد ضربة جزاء فدي هي اللي يمكن كانت بتحز في نفسية الجمهور المصري ان احنا كنا مش قريبين بس لا احنا خرجنا على بعد دقايق بالعدد فدي يمكن اكتر حاجه كانت بتزعل الجمهور المصري يعني انت لو من البدايه انت ما كنتش اتحطيت في موضع ان انت مرشح ان انت تصعد لكاس عالم اعتقد الامور كانت هتبقى هينه على الجمهور أيوة. ولكن انت لما يبقى عندك فرصه وفرصه كبيره فرصه قويه ان انت تصعد كاس عالم وفجاه الحلم يتاخد منك دي بتبقى اصعب جدا زيدوا بقى على عزيزك مش شعر بيت يعني لما شفنا منتخبات في كاس العالم 2022 منتخب زي تونس منتخب زي المغرب منتخب زي اليابان كل المنتخبات اللي هي بنقول عليها اندر دوج قدرت انها تحرج الكبار وفي كمان ناس صعدت للمربع الذهبي وفي ناس صعدت لدور الثمانيه وطبعا منتخب المغرب عمل احسن اداء لمنتخب عربي يمكن في تاريخ كاس العالم ليه ما نقولش ان احنا افريقيا كمان مفيش منتخب افريقي حقق مركز رابع ابدا ده حقيقي وعندك افضل ريكورد على المستوى العربي والافريقي في مشاركات كاس العالم فانت عندك المقومات كان دور 8 بس دور 8 كان عندك مقومات وعندك عناصر تقدر تخلق تفوق هناك اولا الجمهور المصري مختلف عن اي جمهور تاني هناك كمان في قطر كان عندك كمان عدد من اللعيبه لا باس به محترفين في دوريات قويه زي محمد صلاح زي مرموش زي مصطفى محمد زي تريزيجيه زي النني زي لعيبه النادي الاهلي في لعيبه كمان تقدر تصنع ولما اتحطينا في موقف قبل كده شبيه لده في كاس الامم الاخيره اللي احنا خسرنا احنا ما كناش افضل منتخب في كل المباريات اللي احنا لعبناها مظبوط بس احنا كنا قادرين ان احنا نجابه ونواجه الفرق اللي كانت قدامنا ده كان ممكن يتكرر في كاس العالم كان ممكن يتكرر في كاس العالم وكنت تقدر تخلق نتائج كبيره جدا في كاس العالم اللي فات تعال نتكلم في الكواليتي هنتكلم في القماشه وايه اللي ناقص منتخب مصر عشان يقدر دايما يوصل لهدفه باريحيه الاهم او الفكره انك انت تكون واثق في امكانياتك انا بشوف انه الاسماء اللي موجوده يمكن يكون في بعض الاسماء كانت تستحق انها تاخد فرصه او تبقى متواجده لكن انا شايف ان الاسماء اللي موجوده النهارده تقدر توصل لهدفها او هدف منتخب مصر باريحيه كبيره جدا هل ده معناه المشوار سهل هل معناه ان احنا مش هنواجه منافسه جوه المجموعه بالاسماء اللي بتضمها مجموعه مصر في كاس العالم تعالوا نسمع راي نادر والشناوي لكن بعد الفاصل دايما 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 في تصفيات كاس العالم لا تأمن بالذات من المنتخبات الصغيره يعني الفصول اللي عملتها فينا منتخبات صغيره في افريقيا ما كناش عاملين لها حساب كتير جدا لا تعد ولا تحصى فبالتالي وما اعرفش ليه يعني دايما في بطوله افريقيا حتى لما بنكون وحشين ببقى عارف حتى واحنا وحشين حتى وانا عارف ان منتخبنا مش افضل الاحوال ببقى عارف ان المنتخب رايح في امل وفي فرصه نروح لبعيد وليه لا ما يعني ما نتواجدش بالبطوله ده حصل معايا في بطولات كتيره جدا يعني من اول ما ابتديت اوعى قوي جدا جدا المثال واضح ده 98 مع كابتن جوهر الله يرحمه
انت رايح تقريبا مش مصنف، ما عندكش فرصه، لكن مع كل ماتش انا حاسس منتخب يقدر يوصل نهائي، ووصل نهائي وكسب. 2006 يمكن كانت عشان على ارضنا قلت ممكن نقدر، لكن 8 و10 واحنا كسبانين وحامل لقب ما كنتش متاكد قوي، لكن قلت برضو نقدر وليه لا وعملناها. لكن كاس العالم بالنسبه لي غير، يعني ما اعرفش ليه كاس العالم دايما بيبقى فيه هزه، ودايما بنتكل من منتخبات ما بنكونش عاملين حسابها قوي او مستسهلين مهمتنا قدامها قوي. هل بتشوف التشكيله بتاعه المنتخب او التشكيله بتاعه مجموعه المنتخب فيها النوع ده من المنتخبات؟ في منتخبات لازم نعمل لها حساب بالذات يا نادر في الماتشات اللي بره الارض. صح، يعني كان في ديكومنتري قبل كده معمول، كان من منصه مصريه، كان اسمه سنوات الفرص الضائعه. الديكومنتري ده كان عن سنوات الفرص الضائعه لمنتخب مصر في كاس على العالم. مدار بقى تصفيات كاس العالم. طبعا كره بركات في 2009 وطبعا اللي حصل الطوبه بتاعه زيمبابوي وحسام حسن قدام الجزائر، روبلر تقريبا اسمه، كان مش فاكر مش متذكر الاسم بالظبط. طبعا ضربه الجزاء بتاعه ماتش الكاميرون، حاجات كتير جدا. منتخب كوت ديفوار اتاهل اول مره في تاريخه في كاس العالم عشان كان معاك في المجموعه. منتخب غانا ومباراه السته الشهيره اللي كانت كان في الوقت اللي كان مفيش كوره في مصر. ففي اسباب كتير جدا ادت الى المباراه الفاصله مع مصر والجزائر في السودان، مصر والجزائر في السودان. دي اللي كانت بعد كره بركات. بركات سجل الكره دي ممكن نشرح للسودان، ورغم ان المعايير وقتها كانت تقول ان احنا نتاهل ب 2-0 هنا في مصر. بس طبعا اللي حصل والاتحاد الافريقي اللي واخدين عليه يعني الفترات دي كلها، فكل ده يخليك تخاف. يعني يخليك تخاف، بس مش مجرد ان انت عشان معاك جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو ومش كل الكلام ده، بمجرد ما 90 دقيقه بتبدا انت بتحس ان في هاجس. موضوع ان التاهل لكاس العالم ده بيخلي ان اللعيبه عندها هاجس شويه في فكره الخوف. لكن النظام نفسه سهل. يعني النظام نفسه التاهل على راس مجموعه زي ما حصل معانا في 2018، ان ما فيش بعد كده بقى مواجهه ثانيه. ما فيش، لا زي ما حصل في 2018 بالظبط لما تاهلنا على راس مجموعه. خلاص انا وصلت. بجانب كمان راس مجموعه دي اللي هو انت المنتخبات اللي معاك معاكش ولا واحد تصنيف اول. معاكش برضه حتى تصنيف لما تاهلت على راس مجموعه وجوم عملوا قرعه وجيت في وش السنغال. يعني خلاص خلصت، خلصنا نتاهل على لعب السنغال. اللي قبلها كان غانا، يعني كان اقوى منتخب في افريقيا وقتها، وبرده ساعه السنغال كان اقوى منتخب في افريقيا. ففي الفتره دي المنتخب ما عندوش اي حاجه غير ان انت لازم في كل مباراه تقدر انك انت تحقق ثلاث نقط باي طريقه كانت. زي ما حصل في كاس العالم 2010 اللي احنا ما تاهلنا لهوش، كان عندنا مباراتين فاصلتين امام زامبيا بره، وامام كانت توجو اعتقد كان المنتخب الرابع اللي كان معانا مع زامبيا، ومع زامبيا والجزائر. المباراتين دول المنتخب راح كسبهم او كونغو مش فاكر بالظبط بصراحه. كان الفريق الرابع كان مين، وكسبناهم في رمضان وفي الصيام، وكان ساعتها الماتشات بتتلعب الصبح. كانش قدامك اي حاجه غير انك انت تكسب الماتشات دي. كان هدفين حسني عبد رب واحمد حسن في الماتشين. فالماتشات اللي بره ملعبك صعب، هتلاقي بقى شغل بقى المعيز الجيبوتيه والملاعب اللي هي الترتان. ايوه الحاجات دي كلها بتاعت افريقيا. وانت بتتكلم عن ده حتى يمكن كان السؤال الاهم في الفتره دي، ازاي الجيل ده، ازاي القماشه دي اللي كانت مع كابتن حسن ما وصلتش كاس عالم. يعني الجيل ده كان ممكن مش بس يوصل كاس عالم، ده لو راح كاس عالم كان ممكن يعمل فيها حاجه كبيره. من المنتخبات دي مين تقلق منه يا شناوي؟ المنتخبات الخمسه اللي معانا اقولهم لك. سيراليون، اثيوبيا، جيبوتي، بوركينا فاسو، غينيا بيساو. غينيا بيساو عايز اقول لك ان يعني احنا ما عندناش منتخب ضعيف دلوقتي. انا عارف طبعا. بص بس يعني عندك سيراليون دي عندها 21 لاعب محترف. صحيح بقول في بدايه الحلقه انه اكيد تجربه سيراليون، لانه الناس طبعا خد بالك احنا ما بنشوفش الـ 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 الاسماء دي، اسماء الدول دي على مستوى الانديه. ما فيش حاجه بتمثلهم، ما بنشوفهمش بيحققوا حاجه في بطولات افريقيا، ما فيش منهم اتاهل لكاس العالم قبل كده. فالناس تقول لك والله دي منتخبات سهله، لكن على ارض الواقع في حاجات كتيره جدا اتغيرت. وكنت بقول للناس في بدايه الحلقه انه سيراليون عنده عدد من المحترفين اكيد هيصنع الفارق، وممكن على الاقل يتعبنا في ماتشهم بره الارض. ده حقيقي. يعني ده حقيقي. يمكن عدد المنتخبات الموجود يمكن على المستوى التاريخي يعني ما مش هم المنتخبات الكبيره المزعجه. ولكن زي ما انت كنت بتتكلم انت ونادر في فكره ان المنتخبات الصغيره هي اللي كانت بتتعبنا واحيانا كمان بتطلعنا. فاحنا لازم نضع في الحسبان المنتخبات الصغيره، بل
ان احنا ما نشتغلش على فكره ان احنا ازاي نتجاوز الفرقه دي، بل ان احنا نصنع عليهم تاريخ. تصنع عليهم تاريخ كلاعب كره قدم وكمدير فني، كلاعب ان انا ازود الغله التهديفيه بتاعتي في ماتشات زي جيبوتي مثلا. يعني انت لو ترجع مثلا لكريستيانو رونالدو، هو عمل الريكورد التاريخي بتاعه ده على منتخبات تصنيفها مش افضل حاجه، يمكن تصنيفات رابع وخامس كمان في قاره اوروبا. فمحمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش، حسين الشحات، امام، زيزو، كل الناس دي تستغل الماتشات دي وان هي تلعب بضعف قدراتها الفنيه والذهنيه عشان اعمل حاجه مع منتخب مصر، لان الارقام دي هي اللي بتعيش مع الناس. مش معنى ان انا اسجل هدف مثلا في ماتش مهم، لا، على فكره الارقام الكبيره دايما بتقعد مع الناس. يعني شوف حسام حسن، شوف مثلا محمد صلاح دلوقتي، لا، اصنع ارقام، اعمل لنفسك رقم. فانا مش عايز ابص للموضوع من زاويه ان انا ازاي اتجاوز، على قد ما انا ازاي ان انا اعمل ريكورد واعمل عرض قوي ليا كمنتخب، وازاي كمان ان انا افرض فلسفتي واسلوبي على كل المنتخبات اللي انا رايح اقابلها في مختلف الظروف. لان انت هتروح هتقابل فرق بتلعب على ترتان، هتروح تقابل فرق الاجواء عندها صعبه. لا، وانت انا في الاول كنت بقول انه التحدي في المشوار ده او التارجت في انك تحقق تذكره الوصول لكاس العالم، الخمس ماتشات اللي بره، ده خمس ماتشات اللي جوه، يعني مفترض انه يعني مضمونين طبيعي ولا ايه؟ لا لا، طبيعي جدا، بديهي جدا. عايز توصل كاس عالم وتروح تلعب مع الكبار، لما المنتخبات دي تلعب معاك على ارضك طبيعي انك تكسبها، لكن الخمسه اللي بره هم دول اللي انا عامل حسابهم. وضربت مثل باثيوبيا اللي كانت معانا في تصفيات امم افريقيا وموجوده معانا في تصفيات كاس العالم، ازاي ارهقتنا في ماتشنا معاهم هناك وقدروا يكسبونا 2-0. ما هو من ضمن الحاجات اللي بتحدد دايما تفوق المنتخبات او الانديه عموما في حته العمل الارض، في حاجه اسمها التفوق البيئي. التفوق البيئي ده بيشمل كذا حاجه، بيشمل الملعب، الارضيه، زي اكسجين بقى، اكسجين، سواء بقى الطقس، سواء بقى عامل الجمهور، سواء بقى الراحه نفسها قبل الماتش في الثلاث ايام اللي انت بتروح تقعدهم هناك. كل دي عوامل تفوق. احنا المفروض، احنا كل اللعيبه اللي عندنا، عندها ما فيش لاعب في منتخب مصر عنده اقل مثلا من 30 40 ماتش في الاجواء اللي هناك دي. فاصبح الموضوع بالنسبه لنا بديهي. يعني مش احنا مش جايين من اوروبا، لا، احنا لعيبه دوليه، لعيبه منتخب مصر، لعيبه جايه من اهلي وزمالك ومقاولين وكل الفرق دي، احنا مدفونين في الحاجه دي. فاحنا المفروض ان احنا ما تبقاش هي المشكله الكبيره بالنسبه لنا. يعني انا ممكن، خلي بالك، اقول منتخب الجزائر يتعب. ليه؟ لان منتخب الجزائر اغلبه بيلعبوا في الدوري الفرنسي، سواء درجه ثانيه درجه اولى، من وهم صغيرين. ولكن احنا كلاعيبه اهلي وكلاعيبه زمالك وحتى المحترفين، محمد صلاح وكل الناس دي، لا، لعبت قبل كده، وحتى مع منتخب مصر لعبنا قبل كده. فاحنا مش عايز اقول بقى حته بره وجوه دي، لان احنا بره الكواليتي بتاعتنا، احنا مشكلتنا في بره دايما يا شناب، لان دي حقيقة. دي مشكلتنا. يعني كل ما طبطك، سواء بقى كنا بنتكلم في تصفيات كاس عالم او بنتكلم في تصفيات امم افريقيا، دايما المنتخب ما عرفش ليه بره ارضه. يعني تقديري انا بيبقى فيه حاله فقدان للثقه، يعني بالزبط. مش استسهال، احنا ما بس مش حاسس ان هو هيكسب، بنبقى مش حاسس، بتبقى بالزبط. رايح مش حاسس، مش مصدق انك تقدر تكسب. عارف، هاخد من كلام شناوي، وده ينطبق علينا في منتخبات، والى حد كبير ينطبق علينا في الانديه كمان. الانديه بالظبط، هي فكره اللي شناوي قال لك ان في فكره التفوق البيئي. موضوع التفوق البيئي دي كمان بتروح لحته ايه؟ ان لو نلاحظ تصريحات مكوينا مدرب سان داونز لما كان في المؤتمر الصحفي هنا في مصر، قال لك الاهلي كان رافض ان احنا ان هو يلعبنا 3 العصر، رغم ان هو ما بيلعبش 3 العصر غير قدام الاهلي وقدام الفرق الشمال الافريقيه. بس لو تفتكر من سنتين مدرب فريق فيتا كلوب بعد ما اتعادل هنا في مصر، قال لك انا هلاعب الاهلي الساعه 3 العصر، وهو اصلا بيلعب الساعه 8. جينا روحنا لعبنا 3 العصر، سبحان الله، جاتنا عند ربنا المطره مطرت وكسبنا، وما كانش فيه شمس ولا الكلام ده. زعل لما احنا حددنا الماتش الساعه 9 هنا في مصر. بالظبط، هو زعل، قال لك زي ما انتم مثلا زعلانين ان انا خليت الماتش الساعه 3 هناك، انتوا كمان خليتوا الماتش الساعه 9، ده بالنسبه لي مرهق. مع ان انت مش ده المنطق، انت بتلعب اصلا في جنوب افريقيا، الدوري بيتلعب بالليل كله. يعني الدوري في جنوب افريقيا بيتلعب بالليل. قيس على كده بقى 90% من الماتشات اللي انت بتلعبها بره مصر، منتخبات كتير بتعتمد على ده، انك انت كنادي او كمنتخب مصري بيبقى عندك الهاجس ان انا لما هاجي العب الصبح، الخروج بالانتصار من الملعب ده هتعتبره انت بالنسبه لك انجاز. لو هنيجي نشوفها بنسبه مئويه، ممكن تكون مثلا نسبه فوزك في الملعب في خارج ملعبك عليا 50-30%، لكن 70% انك انت ممكن تخسر او تتعادل. فده خلاهم ان بيتفوق عليك نفسيا قبل المباراه، ان انت جاي تلعبني في مباراه صعبه، زي ما انت تفضلت يا احمد وقلت مباراه اثيوبيا اللي كانت في تصفيات كاس افريقيا كانت مع الكابتن ايهاب جلال، مباراه انت رايح تكسبها، مش رايح تعمل اي حاجه غير انك تروح تكسب وتمشي. مظبوط. وكل اللعيبه، كان السكواد الاساسي موجود، ما كانش فيه غيابات مؤثره في الفرقه، ومع ذلك رحت خسرت 2-0 مع الرقفه.
اللي كانت الماتشين اللي لعبهم كابتن ايهاب جلال معانا قبل ما يتم اقالته. فالقصه كلها اعتقد ان روي فيتوري هيعمل او هيشتغل على القصه دي، ان بعد مباراه جيبوتي وقبل مباراه سيراليون اعتقد هتتلعب في ناميبيا، ليبيريا، في ليبيريا، لان مش جورج ويا. عند جورج ويا. شفت جورج ويا انت في الملعب؟ لا عليه. شفت ابنه عم بيلعب في يوفنتوس بقى، تيموثي ويا. جورج ويا ده كان حدوته كبيره. ايوه طبعا قوي. اللاعب الوحيد الافريقي اللي خد البالون دور، على هايلايت كده بس. كان طويل بس كان مهاري قوي جدا. لا انا فاكر له جون هو كان بيلعب وهو في الميلان، في الميلان جاب جون بوكس تو بوكس، يعني خد الكوره استلم الكوره قطع الكوره في منطقه جزائه خدها راح حط جون في الحكم. معنا خلي بالك ده يعني اعتقد ضد يعني ضد المنطق، يعني اللي كان بيعمله ده ضد المنطق. ليه؟ لان دايما يقول لك اللاعب الطويل معنا لعب، بمناسبه تصفيات كاس العالم برضه بما انكم ما شفتوش، لعب في ماتشنا احنا باك شمال او هو اصلا سترايكر، هو اساسا تسعه. لا في الحته يعني. انا شفت الهدف اللي انت بتتكلم عليه ان هو بيقدر يمشي بالكره مسافه طويله مراوغ كمان. لا كان مراوغ دريبلر وحريف و1 تو 1 1 تو 2 1 تو 3 الطويل ده ما بيعرفش، الطويل ده ما بيعرفش كنترول على الكوره زي القصير. بس هو كان قدمه طويله بس برضه بيعرف يروح. لا مش حقيقي. لا مين اقول لك؟ انا عايز اقول لك مثلا انه في لعيبه كتير جدا طويله وكانت المهاره عندهم استثناء مش قاعده. لا ليه؟ دانيس بيركام، بروت خوليس، كابتن محمود خطيب نفسه، زين الدين زيدان، يعني كابتن محمود خطيب رغم مهارته. لا انت مش شرط تكون قصير انت تكون يعني لا محمد هنيدي يعني. لا انا قصدي تكون طبيعي. هي عشان هو كان طويل. ميسي هو اللي خرب الكوره باللي هو عمله، يعني ان هو قصير ومهاري. ارسن فينجر انا شفته كان بيوصف الحته بتاعت ميسي دي، قال لك ان ميسي سر من اسرار ان هو بيراوغ بالسرعه دي وبالسهوله دي، ان عدد لمسات خطواته الارض أسرع من اللاعب الطبيعي. أي. بخطوه برجله مش واسع، فبرجله قصير، فهو ممكن مثلا المسافه دي من هنا لعندك ممكن اخدها في 10 خطوات، هو ممكن ياخدها في 15. فده بيخليه يلمس الكوره عدد مرات كتير. انا بشوف ميسي مش حريف، يعني بشوف المهاره اللي عنده. ميسي مهارته هنا هو ذكي، هو ذكي وعنده حته السرعه في الدريبلينج بالكوره، في المشي بالكوره متفوقه زي ما انت قلت. فالفرق الزمني ده بيخليه يتخطى، لكن مهاره لو تقول لي مهاره رونالدينو طبعا، رونالدينيو، زيدان، الناس دي طبعا. طيب نرجع تاني قبل ما اخش اسمع رايكم في قائمه منتخب مصر، عايز اتكلم شويه عن جيبوتي، لان جيبوتي مجهوله بالنسبه لنا. انت كنت بتقول من شويه في كلامك سيراليون عندها 21 لاعب محترف. طب اخبار جيبوتي اللي احنا اللعيبه الاول ايه؟ واتكلمنا عن القائمه بتاعتها ومين اللعيبه اللي ممكن تكون مؤثره او بتصنع الفرق في منتخب جيبوتي الشناوي. يمكن احنا معانا صور لقائمه منتخب جيبوتي، يعني هي قائمه منتخب. انا عايز اقول بس عشان ممكن الناس تدخل على ترانسفير ماركت تلاقي ان القيمه السوقيه بتاعتهم هي ربع مليون، ولكن دي المنتخب كله. المنتخب كله، بس انا هوضح لك حته. هو كل اللعيبه المحليين ما لهمش اي قيمه سوقيه على الموقع، فبالتالي هم جايبين اثنين لعيبه بس محترفين عندهم قايسين المنتخب كله عليه. الاثنين لعيبه دول هما انس فرح، ده بيلعب في النرويج في الدرجه الاولى، قيمته السوقيه 175. واللاعب الثاني وهو بيلعب في ارت سولار اللي كان بيلعب مع الزمالك الفتره اللي فاتت، قيمته السوقيه 50,000 دولار. يمكن اللاعب الثالث المهم اللي احنا بنتكلم اللي هو اسمه ورسامه حسن، حسن وفرح علي وهارون، دول اهم الثلاث اسامي الموجودين في منتخب جيبوتي. يمكن التوزيع بتاع منتخب جيبوتي هم جايبين اللعيبه منين؟ هم جايبين 11 لاعب من ارت سولار، 11 لاعب. هو اكتر على فكره فرقه بتلعب كوره كويسه جدا، فرقه كويسه وبتلعب كوره، وهي القوام الاساسي. انا فوجئت بيها الحقيقه، بس عدم الخبره كان سبب ان الزمالك تاهل على حسابهم. بمناسبه برضه عدم الخبره دول، انه اغلب القوام الاساسي اللي موجود مع منتخب جيبوتي ما عندهمش اكتر من 15 مباراه دوليه الا لعيبه معينه ما يتعدوش الاثنين. يمكن ورسامه حسن هو اكتر لاعب عنده ماتشات دوليه مع منتخب. ورسامه ده بيلعب في ارتا سولار. يمكن التوزيع زي ما قلت لك يا احمد، 11 لاعب بيلعبوا في ارتا سولار، عندهم خمسه بيلعبوا في اي اس سبورت هناك برضه في جيبوتي، اثنين لعيبه من نادي اسمه تيليكوم جيبوتي. دول يمكن القوام او 17 لعيبه اللي دايما مستمرين. في لعيبه بتيجي من دوريات بره بتاخد الجنسيه وبتيجي، فما بتتحسبش مع منتخب لان هم دايما بيجربوا لعيبه، يعني هم بيجيبوا كتجربه مش لعيبه مستمره او عندهم عدد متوفر كبير من اللعيبه اللي دايما بيكون متواجد. انا عايز اقول لك كمان حتى المعدل الاعمار بتاعهم 27 سنه وكمان اقل بكتير، لان يعني في لعيبه كبيره في السن برضه مستمره مع منتخب جيبوتي ولكن ما بتلعبش كتير. ده المنتخب كله بتاع منتخب جيبوتي. يمكن ان احنا ازاي نتعامل مع ماتش منتخب جيبوتي زي ما قلت لك، واحنا بنتكلم على المنتخبات كتوتال. صدق اقول لك حاجه بصراحه، يعني بالذات ماتش جيبوتي الاولاني ده، يعني انا شايف انه
ليس تقليلا ابدا من روي فيتوري، بس انا شايف انه اي مدير فني باي 11 او 15 من دوري المصري كبير كمان هينزل يكسب، لازم يعمل عرض. انا كنت لسه اقول لك كده يا احمد، ان انت مش المنتخب اللي هيحتاج ان انت تحضر عليه كتير وانت تعمل له 1000 حساب، على قد ما انت تقدر تستخدمه كعامل مساعد ليك ان انت تشتغل عليه الاسلوب اللي انا هبدا بيه في كاس الامم الافريقيه، ان انا بالنسبه لي دي مباراه وديه بشكل رسمي لكاس العالم، فانا كل اللعيبه بتاعتي اللي هتلعب معايا في كاس الامم الافريقيه واللي مكمله معايا هي اللي هتبدا ال 11 لاعب بالظبط، كانك بالظبط رايح تلعب في كاس الامم، دي فرصه كويسه جدا بالنسبه للاعبتنا ان انت عندك حتى الان زي ما طبعا ما سمعت من السيد محمد مراد ان هو كان بيتكلم ان احنا عندنا ماتش واحد بس قبل كاس الامم، فاحنا يعتبر عندنا ثلاث ماتشات، الثلاث ماتشات دول تقدر تطبق فيهم الشغل اللي انت رايح تعمله بالظبط في المجموعات بتاع كاس الامم الافريقيه، لان انت ما عندكش اي فرصه تاني واي وقت تاني تقدر تجمع فيه اللعيبه اكتر من ال 14 يوم دول وكمان الاسبوع اللي بيبقى قبل البطوله، فدي فرصه نغتنمها كويس جدا، نفرض فلسفتنا، نشتغل باسلوبنا، ناهل اللعيبه اللي احنا هتكون مستمره معانا في كاس الامم الافريقيه، ومع احترامي كنا بنتكلم في اسامي ممكن تستحق تنضم. هنيجي لقائمة منتخب مصر، وده كلامي وسؤالي لنادر وشناوي، عايز اسمع رأيهم في قائمة المنتخب وازاي بيبص فيتوريا، يعني هل عينه وهو بيفكر في ماتشين جيبوتي وسيراليون على ان هم كمان فرصة للتحضير لبطولة افريقيا، فرصة لتجربة عناصر، مشوار التصفية بتاع كاس العالم طويل، وارد جدا اللي بدأ ما يفنش، وارد جدا اللي بيكمل مشوار التصفيات الأساسي في 2025 تكون أسماء تانية غير اللي موجودة النهاردة. رأي الشناوي ونادر في السادسة، لكن بعد فاصل سريع. عارف لما تطلب من حد يكشر عن أنيابه، أنا بطلب من منتخب مصر يكشر عن أنيابه في مباراة جيبوتي، مش بس عشان تكسب في بدايه المشوار، لكن عشان كمان تبعت رساله للناس كلها انك انت جاي حاطط عينك على التذكره ومفيش حد هيقدر يوقفك، واعتقد انه بما الارض المباراه كمان على ارضك وفي ملعبك فانت تقدر تعمل ده بمنتهى السهوله. وانا بتكلم على القايمه مع نادر ومع شناوي، مش بتكلم على ماتش جيبوتي، بتكلم على المشوار كله، ويمكن انا قلت في بدايه الحلقه ان كان في اسماء تستحق التواجد حتى لو ما خدتش فرصه مشاركه، لكن انا متاكد ان الرهان عليها في بقيه المشوار هيكون اكيد من 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 بدافع او من فكره انه يخش بدري مع منتخب مصر، يعرف المنتخب بيشتغل ازاي، يقرب من فكر ريف فيتوريا، يفهم فيتوريا محتاج منه ايه، بالاضافه كمان دي هتساهم او هتساعد الاسماء دي وهي بترجع بعد كده لانديتها انها تحس ان مكانها او فرصتها موجوده، فبالتالي تشتغل على نفسها وتشتغل على رفع مستواها. رأيك في قائمة واختيارات فيتوريا اللي فيه كتير منها للأسف يعني وجهة نظري أنا عليه علامات استفهام يا نادر؟ أنا متفق معاك فيه كتير قوي، يعني في مختلف المراكز، يعني لو نبدأ بحراسة المرمى، يعني شايف إن كان فيه أكتر من حارس في الدوري المصري كان يستحق التواجد على محمد صبحي. محمد صبحي تواجده مع محمد شناوي وأحمد الشناوي كان المبرر إن دايما روي فيتوريا بيبقى عايز حارس شاب علشان يقدر انه يطعمه بالخبرات مع المنتخب. طيب ما في حراس شباب تانيين موجودين في الدوري يقدروا ان هم ياخدوا، يعني محمد الشناوي ما فيش خلاف طبعا، لا طبعا لا. لكن مع الشناوي مين كنت شايف يستحق الفرصه؟ اعتقد ان كان في كذا حارس، البلعوطي امبي كان مقدم موسم جيد جدا، جنش مع منتخب مع فريق مودرن فيوتشر مقدم موسم جيد جدا، محمد بسام، خصوصا اللعيبه دي لعبت دولي قبل كده وعارفين برضو قيمه اللعب في منتخب مصر. لكن في خط الدفاع محمد هاني مفيش اختلاف، بما ان محمد هاني عنده نفس الاسماء ومركبات اللي اختارها، لانه في النهايه يعني اكيد تقدر تعمل من الاسماء دي خط دفاع كويس، لكن أكيد. هل في اسماء تانية كانت تستحق التواجد او تستحق الفرصه في خط الدفاع؟ يعني لا، ما اعتقد ان كان، انا بالنسبه لي مش عشان برضه الناس ما تقولش اهلي وزمالك، انا كنت شايف ان ياسر ابراهيم كان يستحق التواجد على رامي ربيعه. ياسر ابراهيم مع منتخب مصر دايما بيكون عنده البالانس اللي هو ايا كان مين اللي بيلعب جنبه، ياسر ابراهيم عنده الميزه دي عن رامي شويه، بس يمكن رامي افضليه عشان كان رجله في الملعب، استمراريه رامي بس مش اكتر. في وسط الملعب يعني انا مش عايز اهاجم حد، بس هي القصه كلها، او مش عايز اقول ان ده يستحق او ما يستحقش، بس يعني كان الشناوي تفضل في حته مهمه جدا، هي فكره ان عدد اللعيبه المبالغ فيها في وسط الملعب دي، انا كنت ممكن استغل ده ان انا اضم مهاجم. دي جمله عجبتني بدليل ان انت اصلا في كل ماتش مش كل اللعيبه بتاعت الوسط بتلعب. ضيف على كده انت ما عندكش هنا في التشكيله دي مهاجم صريح غير يمكن مصطفى محمد شريف ومصطفى محمد بس، والقصه في ايه هنا؟ ان محمد شريف او مصطفى محمد هو واحد بس اللي هيلعب. ايوه. ف
ففي حين انك انت في وسط الملعب انت بيبقى عندك ازمه في كل ماتش لو بتلعب بثلاثي، لو حد منهم اتصاب عندك مشكله كبيره. بالظبط، لو حد منهم اتطرد عندك مشكله كبيره. وبعدين اللعب على ملعب ترتند الموضوع صعب، مش اي حد بيعرف يلعب ده. في مين مهاجم كان يستحق التواجد من وجهه نظرك؟ يعني في الدوري المصري اوفا بتاع فريق انبي مقدم مقدم موسم جيد جدا. اعتقد يعني هو ابرزهم اللي كان في الدوري السنه دي وبيثبت نفسه. لعيب صغير، لو انت بتتكلم فعلا في لعيبه صغيره عايز تجيبها عشان تاخد الخبرات الاكبر ويعيش معاك على باقي التصفيات لحد ما توصل ل 2025 قبل البطوله، ده كان هيفرق معاك على الاقل ينضم للمنتخب على حساب حد من وسط الملعب من اللعيبه اللي ما بتلعبش اصلا، بحيث ان هو يكون عنده القدره ان هو يكون جاهز فيما هو قادم في التصفيات. كمان في وسط الملعب شايف ان كان انضمام احمد نبيل كوكا كان مهم جدا. احمد نبيل كوكا رجله في الملعب، لعيب شاب. السنه التوقف اللي فات لما حصلت اصابه امام عاشور كان البديل الاول ليه كان هو احمد نبيل كوكا في قائمه المنتخب. فاعتقد ان هو كان احق ان هو ينضم يستمر، ومش على يعني مش هنقول على حساب مين، بس هو مش عشان ما اختارش حد، لكن هو فعلا كان يستحق التواجد في قائمه المنتخب بدليل المستوى اللي بيقدمه مع الاهلي وقناعه مارسيل كولر بي، رغم الروتيشن اللي بيحصل في وسط الملعب ورغم ان احمد نبيل كوكا اصغر اللاعبين سنا في وسط الملعب ولكنه بيلعب اساسي بشكل كبير وبيكون لاعب مؤثر في ماتشات كتير جدا مع كولر. حقيقي شناوي لا تحب تضيف اسماء تانية؟ يعني لا، انا شايف ان نادر قال كل حاجه، متفق معاه في كل الكلام اللي كان بيقوله. زيكو واحد من الاسماء النوارد في الدوري. بص انا عايز اقول لك حاجه، ان في فرق ما بين وجهه نظرنا احنا كفي ناس كويسه. لا لا بص، وفي فرق ان احنا نتكلم على منظور روي فيتوريا للفتره الحاليه. أيوة. منظور روي فيتوريا كان بيتكلم ان انا ما قداميش وقت، انا بجهز كل اللعيبه اللي انا خلاص انا عصاره الفتره اللي فاتت كلها هي دي. خد بالك انت بتستقبل ده كمتابع او كمحلل او كحد بيشتغل اعلام، لكن الرساله بالنسبه للعيبه حاجه تانية خالص. ده حقيقي. يعني لما لعيب يبقى مكسر الدنيا ومقطع نفسه وبيبذل كل وطبعا ما عنديش شك ان كل لعيبه الكوره في مصر تحلم في يوم من الايام انها يبقى في شرف انها تلبس تتمثل منتخب مصر. فبالتالي فكره انك بتابع على المضمون او فكره انك بتضم حد ممكن يبقى مبقاش توب فورم بس اشتغل معاك قبل كده. أيوة. الى حد ما من وجهه نظر لعيبه بقى تانية لا قاتل. لا هو صعبة من وجهه نظر اللعيبه نفسها او الزملاء كلعيبه مع بعض بتبقى وحشه وبتبص لها بنظره مختلفه عن المدير الفني. أيوة. سيد النظريه دي هو كان كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته كان عنده حرس معتمد عليه طول حياته، كان بيلعب دايما في مركز او مركزين وقت الحاجه لو ما حدش منهم جاهز. فلو هنرجع مثلا لماتش بمناسبه كاس العالم يعني والتصفيات، ابرز حد ابرز مثال هو كان عماد متعب. كان راجع من صليبي وما كانش بيلعب، كان لعب يا دوبك حاجات بسيطه جدا ورجع ولعب اهم ماتش يمكن في تاريخ مصر اخر 20 سنه اللي هو ماتش الصعود بتاع كاس العالم وسجل. ففي ناس في مدربين بتعتمد عليه، وانا مع دي مع المنتخب بالذات. ليه؟ لان انت كمنتخب انت ما بقاش عندك الرفاهيه الوقت الكتير ان انت تشتغل مع عدد كبير من اللعيبه. وكمان ضيف على الشعر بيت يعني ان انا عندي كمان 3 ماتشات بس وهلعب كاس الامم. فما فيش رفاهيه ان انا اضم حد ما عندوش خبره دوليه، ما فيش رفاهيه ان انا اجيب حد لا لسه مش متاكد بنسبه كبيره من مستواه الفني. أي. ان هو ممكن يضيف للمنظومه، فهبدا ان انا ابص لكل الناس اللي كانت موجوده معايا الفتره اللي فاتت عشان اقدر اشكل منهم تيم A وتيم B والناس اللي تقدر تكون موجوده في كلاس C. انا متفق معاك جزئيا ومختلف معاك في جزئيه الجاهزيه. مش معنى انه الناس متعوده انها تشتغل معايا او انه الناس انا عارفهم او الناس عندها خبرات دوليه. في ناس ما بتلعبش يا شناوي، في ناس رجلها مش في الملعب وانت رايح على ماتشين مهمين ومنهم ماتش سيراليون اللي انا شايفه هو التحدي او هو الاختبار الحقيقي لفيتوريا في الماتشين دول وماتش سيراليون، عشان منتخب سيراليون مش منتخب سهل، عشان منتخب هيلعب بره ارضه وعشان هيلعب على ملعب ترتان. فالمعطيات دي الى حد ما تقول لك المواجهه مش سهله، على الاقل مش هقول صعب لكن المواجهه مش سهله. فكره ان انا اجيب لعيبه بقالها كتير ما بتلعبش، بقالها كتير ما بتلعبش، دي بالنسبه لي كانت علامه الاستفهام اللي كنت بتكلم في حاجه عايز اضيفها بس قبل ما الشناوي كمان كلام دون قطع كلامه. القايمه بتاعه امم افريقيا، ان الكاف اصلا خاطب المنتخبات كلها اللي بتشارك في البطوله ان القايمه الاوليه لازم تتبعت بحد اقصى 20 ديسمبر قبل بدايه البطوله بحوالي 15 يوم. تمام. حد اقصى القايمه الاوليه، القايمه الاوليه دي اللي هي يبقى اعتقد 22 يوم تقريبا، 22 يوم 12 تقريبا 12 22 يوم. في خلال الفتره دي لحد قبل البطوله بيوم هتقل القايمه دي.
لا يحق لأي منتخب، ده حسب البيان اللي كان نازل على الاتحاد الأفريقي، لا يحق لأي منتخب إنه يضم لاعب تاني إلا في حالة إصابة لاعب من القائمة اللي موجودة. يعني أنت مثلا القائمة اللي موجودة دي هتضم فيها 50 لعيب أو 35 لعيب أو 40 لعيب، وطبعا مش زي ساعة الكورونا كان 28 لعيب، دلوقتي هي رجعت 23 لعيب تاني. فال 23 لعيب دولت هتصفصف عليهم اللي هي أول القائمة الأخيرة أو القائمة النهائية اللي هي قبل البطولة بيوم. ففكرة انضمام عدم انضمام لعيبة إنك أنت تقدر تجهزها في خلال الفترة دي أنا ضد ده تماما. إنك تضم لعيب مش جاهز أصلا وأنت لازم في الفترة دي اللعيبة اللي تنضم هي اللي تكون جاهزة. أنت عندك ماتش واحد بس ودي زي ما الأستاذ محمد مراد دي مهمة جدا. طب تعالوا نقرا التشكيلة بتاعت منتخب مصر. يعني فقرة جي بي اس اللي بيتابعنا في سادسة عارف ان احنا كل يوم اربع بنتابع محترفينا في الخارج، والحقيقة انه انا بقالي كذا سيزن بتابعهم بشوف انه السنة دي او سيزن ده الموسم ده هو افضل موسم على مستوى الاسماء المصرية المحترفة في الخارج، على مستوى مشاركتهم اسهاماتهم مدة مشاركتهم تأثيرهم وفعاليتهم مع فرقهم، بشوف انه يمكن يكون افضل موسم عموما مش للاعب معين للاعبتنا كلها المحترفين في الخارج. تعالوا نشوف مع حمادة ارقام اللاعبين المؤثرين او اللاعبين المحترفين اللي ممكن يصنعوا الفرق مع منتخب مصر. طبعا احنا هنتكلم على الخط اللي هو اللي قدام الخط الهجومي، طبعا هنبدا محمد صلاح ثم مميزين احنا في الهجوم. هم يعني قليلين قوي المدافعين باستثناء مثلا حجازي، يمكن حجازي ويمكن طبعا محمد النني، طبعا هم دول من اشهر الناس اللي هم محترفين، ولكن بنتكلم على الخط اللي منورين جدا السنه دي، خط هجوم منتخب مصر. خط هجوم منتخب مصر يمكن طبعا محمد صلاح هو يعني مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، محمد صلاح عنده استمراريه كمان، هو السنه دي طبعا احسن من السنه اللي فاتت، ويمكن ده المستوى المعهود من محمد صلاح اللي بيقدمه طبعا في البريمير ليج، وتاني هداف الدوري الانجليزي، وبرده تاني فوق تحت هالاند وفوق تحت هالاند وفوق بالظبط كده، ويمكن عنده اربع مساهمات هدفين هالاند يروح جاي كل ما يقرب فده بحد ذاته انجاز، خاصه في ظل ان فرقه ليفربول مش فرقه مستقره زي ما كانت مثلا قبل السنه دي وقبل السنه اللي فاتت. يعني بما انه ذكرت هالاند فكرة المركز بتفرق طبعا، الخطة بتفرق، يعني الفرقة نفسها بتتكلم على مهاجم صريح غير فريق جناح. زي السيتي يعني بالزبط. فريق زي السيتي وهو اي مهاجم في فريق زي السيتي لازم هيجيب اجوان غير جناح مع ليفربول بالظبط. وحتى كمان الفرقه يا احمد الفرقه نفسها فرقه ليفربول مش مستقر يعني ما عندهاش مش بتكسب على طول الاداء مش مستقر. طيب نروح للي بعده عشان دقيقتين يلا ماشي نروح للي بعده. يمكن اتكلمنا عن محمد صلاح، عمر مرموش يمكن هو بالنسبه لي هو اكبر مفاجاه بالنسبه لي وهو في المحترفين بتوعنا هو عمر مرموش. يمكن صلاح اتعودنا على الشكل بتاعه، ومصطفى محمد برضه بقاله فتره محترف، ولكن عمر مرموش مقدم سيزون محترم جدا، قد يكون هو افضل سيزون ليه على الاطلاق في اوروبا ليجا. واعتقد ان هو لو كمل بنفس النسق ده ان هو ممكن يروح فرقه في التوب 6 ممكن في الدوري الانجليزي السنه الجايه لو استمر. انا بقول اهو لو استمر بنفس الاداء ده لحد اخر السيزون اعتقد ان هو هيروح في حته تانية. ست اهداف على فكره عن الست اهداف دول سجلهم بالظبط، الست اهداف اللي سجلهم عمر مرموش هم بعد منتخب وديتين او ماتشين مرموش ولا تريزيجيه؟ مرموش ولا تريزيجيه؟ لا مرموش. مرموش هقول لك ليه، لان محمود حسن تريزيجيه السيزون ده هو أسوأ موسم ليه على الاطلاق في اوروبا. يمكن ما بيلعبش كتير، كان عنده هو اسيست وحيد بس السنه دي، وده اعتقد عمر تريزيجيه ما عمل كده لانه كان بيتصاب كتير السنه دي. تعال نشوف ارقام تريزيجيه. يا ريت. فتريزيجيه السنه دي ما عندوش عدد مشاركات كتير، يمكن عنده حوالي بتاع 311 دقيقه بس في كل الدقائق مع فرقه ترابزونسبور، ف مش هو تريزيجيه، بيتصاب كتير حتى كمان لما كان بينزل ما هو مش افضل حالاته، فاعتقد ان عنده بعض الشيء. رغم ان خلي بالك ان لو رجعت الماتش الجزائر تريزيجيه كان من احسن اللعيبه اللي موجوده في الملعب، هو مع المنتخب على طول تريزيجيه من لعيب دولي، فهو اللي بتحمل الكلمه من معنى ده حقيقي. يمكن يعني مرموش ممكن بيبقى منور قوي مع اينتراخت فرانكفورت لكن مع المنتخب مش افضل حاجه، ان هو مش عارف. بس انا عندي وجهه نظر في قصه مرموش دي وده يعني هستدل بيه بالصوره اللي كانت بتاعت عمر مرموش اللي كان جايبها الشناوي. ان عمر مرموش اصلا المين بوزيشن بتاعه مركزه الرئيسي هو سترايكر. احنا دايما بنلعب عمر مرموش جناح. فالمين بوزيشن بتاعه لما بيلعب مع انتراخت فرانكفورت كسترايكر حاليا من هدافين الدوري الالماني. لكن لما بيلعب كجناح طبعا بما ان مصطفى محمد او محمد شريف ودلوقتي طبعا بعد ما انضم احمد حسن كوكا في القايمه، ف الحته دي دايما
ما فيهاش مرموش يا جماعه. هو مهاجم مش جناح. بس على انا فكرة شايف نادر لا هو مش بيلعب سترايكر هناك، بس هو بيلعب سترايكر بس بشكل تاني. هو بيلعب فري رومينج اللي هو دايما عنده حريه الحركه في اي مكان في ارض الملعب. فدايما بس عايز اوصل لك حاجه حر. هو السنه دي بعد رحيل راندال كولومواني هو كان الاسترايكر الصريح. المدرب اصلا بيعتمد على 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 على, على مرموش كسترايكر صريح السنه دي تحديدا، ان هو بعد هو رايح لهم السنه دي كسترايكر هم على الورق كانوا عايزين بس بقى أصلاً. على الورق بس آه. بقى في الملعب وفي حالات اللعب لا هتلاقي دايما ان عمر مرموش بيتحرك كتير. انا على فكره انا بشتغل دايما مع عمر مرموش. هو مش بس مركز الجناح، في مراكز كتير جدا في منتخب مصر هتحتار تبدا بمين وتقعد بمين. هاخد انا نادر بقى وشناوي بعد بختم الحلقه نقعد نتكلم، وبالتاكيد اليومين اللي جايين هنتابع معاكم ساعات المنتخب ان شاء الله. كل التوفيق في بداية مشوار الحلم كأس العالم 2026 إن شاء الله، مش بس نوصل إن شاء الله نعمل حاجة جديدة في تاريخ كرة القدم المصرية في أمريكا والمكسيك وكندا. بشكركم على متابعة، بشكر نادر شبانة طبعا وحمد الشناوي على وجودهم معايا، وبشكركم أنتم كمان على متابعة حلقة النهاردة. بكرة نتقابل على كل خير، تحياتي ليكم.